كان يا مكان، كان في زمان ملك مغرور ومتكبر، بيحب دايما يلبس أغلى لبس ويظهر في أحسن صورة، فكان بيجيب أمهر الخياطين علشان يعملوا له أجمل ملابس. ورغم كده ما كانش بيعجبه الملابس اللي بيعملوها له مخصوص، مع إنها كانت من أغلى الأقمشة، ودايما كان بيبقى عايز أفضل منها وأغلى منها. وفي يوم من الأيام كان الملك قاعد مع أصحابه في القصر، وجيه واحد من الخياطين وطلب من الحراس إنه يقابل الملك. ودخل الخياط على الملك وقال له: يا مولاي، أنا جبت لك أجمل قماش في العالم علشان يليق بجلالتك، وكمان القماش ده عجيب جدا يا مولاي، ما يقدرش يشوفه إلا الناس الأذكياء وبس، لكن الأغبياء ما يقدروش يشوفوه أبدا. استغرب أصحاب الملك من حكاية القماش العجيب اللي قال عليه الخياط، وفضلوا قاعدين مركزين جدا وبصين بانتباه عليه علشان يشوفوا القماش الغريب ده. وبدأ الخياط يفتح الشنطة الكبيرة اللي معاه، لكن المفاجأة إن الشنطة كانت فاضية وما فيهاش أي حاجة. وطبعا ساد الصمت في القاع، ومحدش قدر يقول أبدا إنه مش شايف حاجة. وحتى الوزير اللي كان قاعد جنب الملك برضه خاف يقول إنه مش شايف حاجة، فيفتكر الملك إنه غبي، لأن القماش ده مش بيشوفه غير الأذكياء وبس. ومش بس كده، ده كمان صاح بانبهار وقال: قماش عظيم يا مولاي، ولونه ذهبي رائع. وصاح بعد كده كل الموجودين في القاعة وقالوا: فعلا قماش عظيم. وكل واحد منهم خايف يقول إنه مش شايف حاجة ليقول عليه الملك إنه غبي. وقف الخياط وبدأ ياخد مقاسات الملك ويكتبها علشان يعمل له الرداء العظيم. وكل اللي موجودين في القاعة قاعدين يتكلموا عن روعة القماش، وإنهم فعلا ما شافوش زيه قبل كده. وطبعا انبهر الملك بالكلام ده، وادى للخياط فلوس كتير علشان يكمل تفصيل الرداء، وقال له بحماس: كمل عملك بسرعة علشان ألحق ألبس الرداء ده في احتفال المملكة اللي جاي. انتشر خبر القماش السحري بين جميع سكان المملكة، وما بقاش في اجتماع بين الناس إلا ولازم يتكلموا فيه عن القماش العجيب اللي هيلبسه الملك في احتفال المملكة، وإزاي إن القماش السحري ده ما يقدرش يشوفه إلا الأذكياء وبس. وكانت الناس كلها متشوقة جدا ليوم الاحتفال علشان يشوفوا الملك وهو لابس الرداء السحري اللي وعدوا بيه الخياط. وفي الميعاد المحدد جه الخياط للملك ومعاه لفة كبيرة، ولما فتحها قدامه لقاها الملك فاضية وما شافش فيها أي حاجة، لكن طبعا عمل نفسه منبهر جدا، أحسن يقول عنه الخياط إنه مش ذكي. وفرد الخياط إيده قدام الملك اللي هي أصلا كانت برضو فاضية، كأنه بيفرجوا على الرداء الفخم اللي هو عمله له من القماش السحري. قلع الملك هدومه اللي كان لابسها ووقف بين ايدين الخياط الكذاب، وقعد الخياط يلف ويدور حوالين الملك، قال يعني بيظبط الرداء عليه، مع ان الملك شايف نفسه في المراية انه هو عاري، لكن مع تمثيل الانبهار من الناس اللي موجودة في القاعة ما قدرش الملك يقول اي حاجة. ومش بس كده، ده كمان كان بيمثل الانبهار برضو زيهم بعظمة وفخامة الرداء. استعد الملك علشان يخرج للشعب في ساحة الاحتفال بعيد المملكة، ومشى بين جنوده بكل عظمة وهو عاري، وكان الشعب واقف على جنبين الطريق علشان يحيوا الملك ويحتفلوا معاه ويشوفوا الرداء السحري بتاعه، لكنهم اتفاجئوا كلهم ان الملك كان عاري، وبدأوا يهمسوا البعض ويشاوروا ويتوشوشوا لحد ما اتفضح امر الرداء المزيف للملك وكمان لكل الحاضرين. وساعتها اتأكد الملك ان الخياط خدع واحتال عليه، وتعصب جدا وامر الحراس انهم يقبضوا على الخياط النصاب ده علشان يعاقبه. وبسرعة اتحرك الحراس ودوروا على الخياط، لقوه كان بيستعد علشان يهرب بشنطة الفلوس اللي ادهاله الملك، لكنهم نجحوا في انهم يقبضوا عليه وحكم عليه الملك بالسجن، وده جزاء النصابين والمحتالين. وتوتة توتة خلصت الحدوتة.